نروح لزميلنا بقى فاروق صلاح من مقر إقامة النادي الأهلي، نعرف منه أخبار استعدادات الفريق لماتش النهارده. من اسكندرية زميلنا العزيز فاروق صلاح، مساء الخير يا فاروق. كل التحية ليك زميلي العزيز أحمد سمير، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. أنا متفق معاك 1000000% إن ده قدر النادي الأهلي، هو ده قدر النادي الأهلي. تحديات كتير، مواقف وضغوطات، ولعيبة النادي الأهلي وشخصياتها في التعامل مع هذه الأمور، بطولة ورا بطولة، بتحافظ على بطولة، بتطلع من بطولة أفريقيا، بتدخل في بطولة الدوري. طبعا النهارده مباراة سموحة في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز، طبعا مباراة مهمة جدا ليها حسابات كتير، خطوة مهمة جدا. النادي الأهلي واخد المباراة الحالية كل مباراة يعني كأنها مباراة كؤوس، الثلاث نقاط طبعا أمر مهم جدا. زميلي العزيز احمد سمير، طبعا الاهلي طوى صفحه لقاء بيراميدز النهارده، اللاعبين خلاص تركيز تاني، شكل تاني. مستر بيتسو موسيماني زي ما اتكلمنا امبارح على المحاضره الفنيه اللي عقدها مع اللاعبين، واتكلم مع اللاعبين خلاص على ايجابيات وسلبيات مباراه بيراميدز، وشدد على ضروره استغلال انصاف الفرص. يعني منذ دقائق انتهت المحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين، وشرح بعض الامور، ومن خلالها بينبه على اخر التعليمات للاعبين. هو بالامس في المران زي ما اتكلم ركز على بعض الجمل التكتيكيه وبعض الامور وتعدد المحاور الهجوميه لفريق النادي الاهلي، استغلال الكرات الثابته، التسديد من خارج المنطقه، خصوصا انك هتلاعب الكابتن احمد سامي او فريق سموحه اللي هو دايما قدام النادي الاهلي، بيحاول يضيق المساحات، يحاول يقلل مساحه الملعب، بيحاول يلعب على الهجمات المرتده. لكن ان شاء الله فريق النادي الاهلي قادر على تحقيق الانتصار في هذا اللقاء. زميلي العزيز احمد سمير، طب فاروق خلينا بس نطمن على حاله الشناوي. الشناوي جاهز، انت متابعه طبعا من امبارح في المعسكر، تطمنا كده على كابتن محمد الشناوي ومدى جاهزيته للقاء سموحه ان شاء الله. طبعا زميلي العزيز احمد، طبعا انت عارف خلاص يعني يا مرحب بالشائعات اللي كل خلاص احنا زي ما قلنا هو موسم اللي خلاص الموسم بتاع النادي الاهلي قبل اي مباراه ختاميه او مباراه نهائيه ترجع تاني للشائعات. محمد الشناوي امر كان بسيط جدا، مفيش ادنى مشكله. النهارده اتكلمت مع الدكتور احمد ابو عبله، قال لي كدمه عاديه والامر بسيط جدا، عملنا له تيست مفيش اي مشكله. الشناوي موجود النهارده في المباراه ان شاء الله، بتطمن على كل اللاعبين، حد يعني بيتابع ايضا البرنامج التاهيلي الخاص باللاعبين الموجودين في القاهره. عايز برضو من خلال يعني من خلالك اقربك شويه من معسكر فريق سموحه طبعا، ومن خلالك برضو نتكلم على التشكيل المتوقع لفريق سموحه والكابتن احمد سامي. طبعا هو عارف ان هو بيواجه النادي الاهلي، واتكلم يعني اتكلم مع اللاعبين طبعا، حاول يتجاوز الهزيمه الاخيره لفريق سموحه امام الفريق الاسماعيلي ب3 اهداف. وبالمناسبه فريق سموحه واحد من الفرق اللي عنده غزاره في القوه الهجوميه، يعني احرز 43 هدف وعنده مشاكل في الناحيه الدفاعيه، يعني استقبل 33 هدف. لكن الكابتن احمد سامي ده يعني اتكلم مع اللاعبين في المران الاخير، اتكلم على ان هو يضيق المساحات على لعيبه النادي الاهلي، ازاي يفرض رقابه لصيقه على محمد مجدي قفشه وسواء السوليه سواء اليو ديانج سواء حمدي فتحي ايضا او طاهر او محمد شريف. يعني من خلال التدريب الاخير التشكيل المتوقع لفريق سموحه هيكون الهاني سليمان في حراسه المرمى، قدامه اثنين قلبي دفاع محمود البدري ورجب نبيل، في اليمين اطهر الطاهر، وفي الشمال شريف رضا، في منتصف الملعب احمد حمص ومحمود حليمو، قدامهم ثلاثه عبد الكبير الوادي، احمد عبد القادر، مصطفى فتحي، وفي الهجوم الاوغندي ديريك نيسيامبي. ده التشكيل الاقرب والمتوقع يعني من المران الاخير لفريق سموحه. طبعا لجنه الحكام كانت اعلنت عن طاقم تحكيم بقياده ابراهيم نور الدين حكم الساحه لهذا اللقاء، هيعاونوا شريف عبد الله ومحمد محمود لطفي، الحكم الرابع حسين الكريمي، اثنين على تقنيه الفار وائل فرحان ومحمود ابو رجال. ايضا زميلي احمد من المقرر ان النادي الاهلي هيكون ظهوره طبعا بالزي الرسمي للنادي الاهلي، الرداء الاحمر، بينما فريق سموحه هيكون بالرداء الازرق. طبعا تحرك فريق النادي الاهلي لملعب المباراه هيكون في تمام الساعه 7. عايز اكلمك في نقطه في غايه الاهميه وهي درجه الحراره. درجه الحراره حاليا في اسكندريه بكلمك في 24 درجه، جو مميز جدا، كان في ارتفاع شويه في نسبه الرطوبه لكن بدات تتلاشى، في نسمه هواء، في جو يعني ان شاء الله يبشر ان شاء الله بمباراه قوية جدا ما بين الاهلي وسموحه، لكن كل التوفيق ومشيئة الاهلي للنادي الاهلي ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز فاروق صلاح. واسكندريه دايما يمكن، وخصوصا مع انه الجو اليومين اللي فاتوا دول كانوا الجو صعب جدا، المباراه هتتلعب الساعه 9 بالتالي اعتقد، وفي اسكندريه، فطبعا نوعا ما نتمنى ان شاء الله الجو الصعب اللي عشناه ما ياثرش على حاله اللاعبين.